مرحبا، اليوم جاية بيت صديقتي وراح اخذكم فرة ويانا الى المطبخ. تعالوا ويانا نشوف شنو راح نطبخ. هلو لينورا، شو راح تطبخينا اليوم؟ هلا زهرة، اليوم حسوي اكلة من المطبخ التايلندي اسمها توم كا كاي، يعني اكلة بالحليب جوز الهند والدجاج. حلو. والمكونات المطبخ التايلندي يستخدم الأعشاب الطبيعية، يعني ما يستخدم بهارات الجاهزة مثل المطبخ العربي والهندي، يستخدم كلها أعشاب مثلا الفلفل، الريحان، الكزبرة، ويستخدمون هم ورق الليمون، وأكو أعشاب هم يسموها أعشاب الليمون وثوم وبصل ودجاج اليوم حليب جوز الهند وفطر وتمر هند ودهن جوز الهند والشكر. حلو، يلا نبلش. هسه نبلش، اخذ خاشوقة اكل من جوز الهند. هسه خلينا شوية، يعني ملح احمر بس شوية ياخذ النكهة الزيت. بس اخلي تقريبا خاشوقتين اكل من هذا المعجون، اذا واحد ما عنده مو اشكال، بس انا احسه يصير اطيب او يكثر من الموال. هسه الدجاج قطعناه شرايح خفيفه، كلها نفس الحجم، عم كلها تستوي نفس الوقت. نفس اللون صار اللون ابيض. هسه اخذ تقريبا 3 خواشيك من جوز الهند. هسه نحط علبة الفطر، طبعا بعد ما غسلته بمي بارد اشيل المواد الحافظة من عنده. البقايا الجوز الهند حط بيت هاي العلبة مي يعني دافئ ومي ساخن مفور فوقها. هسه تقريبا اخليها 10 دقائق 12 دقيقة تكون الاكلة استوت. بس هسه شلون نسوي المنكهات مالتها نحطها فوقها. هسه تتهدر على نار هادئة بعد 10 دقائق ونرجع لكم. هسه راح اسوي الصلصة اللي اضيفها على الشوربة مال الدجاج. اخذ شكر وعصير تمر هند، واذا ما عنده عصير تمر التمر هند العادي بس واحد ينقع شويه مي حار ويخلي تقريبا اخلي خاشوقة اكل. وفيش صوص مال سمك، ها موجود يقول كل المحلات دا يبيعوه الاسيوية، تقريبا خاشوقة ونص خاشوقتين، والليمون الأخضر، أعصره فوقها، حط الكزبرة وأحط شوية جزء منها على الصلصة، وكم ورقة من الريحان، هاي ما أعرف من خليه كاملات، هاي نخلطهم زين سوا. هاي كلها راح نضيفها على شوربة الدجاج. هسه الأكلة استوت، راح أشوف شو بقي الزهرة بيها. هي واحد يقدر يشربها للشوربة أو ياكلها ويتمنها. نضيف لها شوية من الأعشاب بعد، شوية كزبرة، شوية ريحان، فلفل حار إذا يعجب الواحد، وليمونة هذا الشكل. هسا نشوف رأي صديقتنا بيه، إن شاء الله يعجبك. هاي أول مرة أضيف هالأكلة، فنسمي بسم الله.
كيف تصفون هي كلش حاره. واي طعم نكهات نكهات مختلفة يعني. حشتيلك العافية، إن شاء الله تعجبكم وتسووها. راح تسويها زهرة؟ إن شاء الله إن شاء الله أشوف الفيديو ما تجي وأرجع أسويها. إن شاء الله. وطبعاً أنتوا همينة إن شاء الله تعجبكم الأكلة مالت ليونورا وتجربوها. نشوفكم على خير. باي باي. باي.